يونس معنا مراسل عربي صالح الناطور. صالح مجددا مرحبا بك، ضعنا في آخر التحديثات الميدانية إن كان في مدينة رفح والتي تعرضت لغارات عنيفة، أيضا في خان يونس الوضع الميداني وفي الوسط. لم نأتي بهذا الخبر هنادي فقط في البداية فيما يتعلق بالاستهدافات الإسرائيلية على المنطقة الوسطى، ما تزال مستمرة. قبل قليل هناك شهيدين في استهداف إسرائيلي لمخيم المغازي في منطقة وسط قطاع غزة، إضافة إلى ما حدث فجر هذا اليوم حيث عدد الشهداء الذي ارتفع إلى نحو 40 شهيدا أو ما يزيد عن 40 شهيدا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم النصيرات، أي أن عدد ضحايا مناطق وسط قطاع غزة في ازدياد مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي المتواصلة على المنطقة والتي تكثفت خلال اليومين الماضيين في مناطق مختلفة من وسط قطاع غزة. في مدينة خان يونس تستمر عمليات القصف المدفعي في مناطق الشرقية من المدينة، لكن على حدة متفاوتة، يشتد هذا القصف في بعض الساعات ثم يعني تهدأ الأمور، ثم تعاود قوات جيش الاحتلال وهكذا تعمد إلى عملية القصف هذه في مناطق شرق المدينة وتحديدا في منطقة القرارة مؤخرا، حيث أيضا هناك عمليات إطلاق نار من قبل آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي على هذا المحور من المحور الشمالي الشرقي من مدينة خان يونس. في رفح عمليات القصف متواصلة، أيضا القصف المدفعي في مناطق غرب المدينة حيث حي تل السلطان والحي السعودي، بالإضافة إلى محاولات أيضا مستمرة للدخول باتجاه أكثر عمقا باتجاه الأحياء السكنية الغربية من المدينة. المعلومات قليلة حول تمركز هذه الآليات لأنه يصعب معرفة ذلك، سكان المنطقة قد غادروها منذ عدة أيام، حركة المواطنين أو سيارات الإسعاف أو فرق الإنقاذ المختلفة التي تحاول أحيانا الوصول إلى مناطق الاستهداف غير قادرة بسبب خطورة الوضع، وبالتالي غير معلوم حقيقة أين تتمركز هذه القوات الإسرائيلية. لكن هناك حشود عسكرية بالأساس تكون مركز انطلاق هذه الآليات الإسرائيلية، وهذه تمركزت منذ عدة أيام في مناطق تلة زعرب كما تعرف على الحدود الجنوبية من مدينة رفح، وكذلك جنوب مخيم يبنى أيضا هناك تمركز للقوات الإسرائيلية، وفي حي البرازيل إلى الجنوب الشرقي من مدينة رفح هناك تمركز ثالث أيضا لقوة إسرائيلية. من خلال هذه المراكز الثلاث لتمركز القوات الإسرائيلية من خلالها يعني تتحرك هذه الآليات وتعاود التموضع في مناطق باتجاه الأحياء السكنية القريبة منها، مع عمليات قصف عنيفة تقوم بها ونسف وتدمير لمنازل عديدة بحسب صوت الانفجارات التي تصدر من تلك المناطق. هناك عمليات نسف متتالية ومتواصلة من قبل القوات الإسرائيلية، وهذا يعني أن هذه المنطقة الغربية الجنوبية قد يعني إذا ما انسحبت هذه القوات الإسرائيلية ستكون المنطقة مماثلة لمناطق عديدة دخلتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، دمار هائل، بنية تحتية مدمرة، خطوط مياه، خطوط الصرف الصحي، كلها يتم تدميرها في طريق هذه الآليات وهذه الدبابات.